فينا لايف على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي. تو سويت نمشيو للميساج انفوي. ميساج انفوي. الى متى خطاب الحقد السياسي متواصل؟ اليوم باش نحاول في اخر الجمعه نطرح اسئله ان شاء الله من خلالها الطبقه السياسيه كلها تحاول تراجع روحها وتراجع خطابها وتراجع منطقها وتصرفاتها، وكان يحبوا يسكروا فيسبوكهم ولو مده معينه حتى يرجع لهم شاهد العقل، يعملوا اكبر مزيه. من 2019 واحنا بدينا في الرقص على حافه الهاويه، كل شهر يقدم والريتم يزيد يقوى، كل واحد يزيد يقرب للهفوف ويحب يطيح على صاحب. الفاظ خايبه تغيب عليها اي معاني للتقدير والزماله ومبادئ الاخلاق السياسيه. برشا كره، برشا حقد، برشا عرك ومعروك، كلام نابي، تصريحات في كل جهه وجانب، شعبويه مقيته ان دلت على حاجه فهي تدل على افلاس الطبقه السياسيه في خلق مناخ للتعايش بين العائلات السياسيه على الاقل داخل البرلمان. طاقه كبيره يتم استنزافها من طرف السياسيين بصفه عامه في توتير الجو العام، في الشحن السلبي للمعنويات وحرق اعصاب الشعب اللي مل وفد وقلق من عاركم في مواضيع ما عندها حتى علاقه به، قوته اليوميه، مستقبله المعيشي، بتعليم صغاره، بصحته، بامنه. هاو الفصل الفلاني، هاو لائحة لوم، هاو النقطة 15 متاع الفقرة الرابعة من الأمر العالي لسنة 1850 قالت هكا ويلزمنا نطبقوها كما هي في 2021. خرف يا اللي تخرف. حولوا البلاد لسفينة تيتانيك في مشهد غرقها والأخوة الأعراب يتعاركوا على معنى كلمة في منجد باش ياكلوا درجين أخرين الحوت بعد ما يغرقوا الناس الكل ومعاهم التيتانيك. 10 سنين بعد 2011 وما زلنا نقولوا أزلام وخوانجية وأعداء الثورة وثورجيين وعهد بائت. عقد من الزمن فشل في إخراج الكره من قلوب متاع الساسة، بالعكس الشيء ماشي ويزيد. ليبيا فهمت، الصومال تعلمت، أثيوبيا طارت، وهما يدوروا في حلقة ضيقة كجمال متاع الصفصاف. على الأقل هو مزيان وعنده وظيفة منجة، لكن دوراننا احنا نتيجته صفر، تحت الصفر، خزينة فارغة، استثمار بح، تحليق تلقيح بح، خدمة بح، شباب هاجج آخرتها الحرقة ولاد عمان ناتاسيون اي ناتاسيون في قمة البرد، تلمو يرى في مستقبله مظلم في هالبلاد وأيس من نجاعة سياسة البلاد هذه. غياب صوت العقل، غياب الحس الوطني، غياب الإرادة في تسبيق المصلحة الجماعية على المصلحة، تسبيق المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية باش يخلي البلاد مرهونة. وما يجيكمش غريب نهار يرجعونا الاستعمار من الشباك بطريقة غير مباشرة، قريبا باش يفيقوا وانه ما فماش ناس باش تنتخب، قريبا باش ندخلوا في العبث، قريبا باش يحلوا عينيهم ما يلقاو الشعب، شعب باش يهج من هالبلاد من الظلم وبحثا على الامل في غياب ناس تتحمل المسؤولية وتراعي الوطن. ميساج انفوي. شكرا لك معاذ الشريف. الميساج انفوي شوي اخر نكتشفوا الكتاب اللي اختاره لنا اليوم سفيان بن فرحات، باش نحكيو عليه بطبيعه عوده لاهم الكتب اللي تنجموا تلقاوها بطبيعه كل نهار الجمعه معنا في الصبحيه في البرايم تايم. سينو خليكم مع صوت كارول.